قناة اليرموك الفضائية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله أوقاتكم بالمطر. وقد ارتوت الأرض العطشة بحبات المطر التي داعبت أرواحنا المشتاقة لنعم الله في الكون، وأزلت الشمس خيوطها فرحا بعدما ارتوت الأرض بماء السماء، فالتقى المطر الباهي بموعدا مع شمس ذهبية موارية فرحها بغيوم بيضاء نقية. ففي هذه الأجواء كل شيء مختلف، رائحة التراب المروي بماء المطر ولون النبات والشجر، حتى فنجان القهوة مذاقه مختلف. فهذا ما تحتاجه النفوس التي ملت الرتابة وتاقت إلى نفحة من التجديد والتغيير والأمل. أهلا بكم. المساءات انهمر وخيره الناس غمر، عند المساءات انهمر وخيره الناس غمر، وفوق خد الأرض مر فاستبشرت به الشجر، وفوق خد الأرض مر فاستبشرت به الشجر. مطر 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 مطر، تك تك على الشباك يهبط كالملاك من عالم الأفلاك، جئت لكم على قدر. تك تك على الشباك يهبط كالملاك من عالم الأفلاك، جئت لكم على قدر. مطر 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 مطر، سقيت كل يابسي فأزهرت مغارسي، وطرت كالنوارسي إلى عوالم البشر. سقيت كل يابسي فأزهرت مغارسي، وطرت كالنوارسي إلى عوالم البشر. مطر 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 إذا الشتاء قد أطل رأيت فيه الخير هل، والقلب لله ابتهل يا منعما منذ الأزل. إذا الشتاء قد أطل رأيت فيه الخير هل والقلب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في برنامج بيتكم عامر. نلتقيكم اليوم بحلقة جديدة ونحن بهذه الأجواء الجميلة، أجواء المطر. اللهم اجعلها سقيا رحمة واجعلها سقيا عذاب، وإن شاء الله أنه ربنا يكرم علينا دوما بالخير بهذه الأمطار، أمطار الخير التي فعلا طاقت النفوس لها. يعني بعد هالثلج اللي راحت بالفترة توقف شوي المطر، بس هالمرة هيك جاءت هاي الثلج، هاي الأمطار إن شاء الله تعوض يعني اللي كنا إحنا بحاجة لهم الأمطار. فنسأل الله دوما تكون حياتنا كلها عامرة بالخير، وبلادنا إن شاء الله عامرة بالخير. بداية إحنا موضوعنا اليوم راح يكون موضوع جميل جدا ومهم جدا، حديثنا عن إبداع، وليس فقط الإبداع بشكل عام، إنما إبداع المرأة. كم نحن بحاجة فعلا إلى المرأة التي تكون مبدعة، تكون امرأة قيادية، امرأة تقدم للمجتمع، تكون مؤثرة، يكتب لها الشهود الحضاري في التغيير، في العطاء. فلهيك إحنا إن شاء الله موعدنا اليوم راح يكون وحلقتنا وفقرتنا الرئيسية في عامر بوجودكم مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب استشاري العلاج النفسي والتربوي، حتى يحدثنا عن المرأة المبدعة والقائدة، وتحدث عن هذا الموضوع بمحاور متعددة سوف نتناولها بالحديث عن أهمية
الإبداع وما أثر الإبداع، وكيف يمكن أن تكون هذه المرأة مبدعة في حياتها بوسائل عملية. ونتمنى كذلك تواصلكم مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة، أي استفسار، أي فكرة تحبوا أن تشاركوا فيها إن شاء الله الهاتف موجود مفتوح أمامكم الاتصال حتى نتواصل معكم بهذه الفقرة. يحضرني يمكن هيك قصة ندخل فيها بهذا الموضوع عن الإبداع، كون كيف ممكن الإنسان يفكر بكثير من الحلول، وهي يمكن من مظاهر الإبداع عند الإنسان يفكر بحلول عديدة جدا، أن يحاول أن يختار الحل، وقد يكون هذا الحل أمامه ماثل. في كان ملك لويس الرابع عشر في عصره، كان هو له سجناء، فكان سجين من السجناء كان يمكن محكوم عليه في الموت، وكان معروف عنه هذا الملك لويس أنه بيحب دائما يغامر ويعمل أشياء هيك غريبة ومغامرات ومولع بالقضايا هاي. فقال له أنا ممكن أعفو عنك وأخرجك من السجن وتنجو من الموت، لكن بس بشرط أنك أنت وبنت في مكانك تحاول أن تجد مكان ومخرج لخروجك من السجن. هناك في مخرج موجود وعليك أن تبحث عنه، إذا استطعت أن تبحث عن هذا المخرج قبل ما أن تشرق الشمس فأنت حر. طبعاً هي كانت فرصة ذهبية بالنسبة لهذا السجين، وفعلاً ترك المكان الملك وهو الحراس، وبقي طول اليوم وطول الليل وهو يحاول هذا السجين أن يبحث عن المخرج، يضرب بالأرض ويضرب على الجدران، وحتى وجد في عند الأرض تحت السجادة في سرداب، وداه السرداب لمكان في سلم آخر يصعد، وصعد إليه ووجد حاله هو في بقمة البرج القلعة. فطبعا خاب أمله ورجع كمان مرة حاول يبحث في الجدران، فكان في زي طوب هيك متزلزل شاله ودخل منه حتى يمكن يكون عليه يكون هذا المخرج. للأسف كان فعلا هو مخرج لكنه مسيج بسياج من حديد. رجع مرة للزنزان وحاول طول الليل هو يحاول أن يبحث عن المكان، إلى أنه بالنهاية قد تم دخل في قلبه اليأس. طبعا أشرقت الشمس وجاء الملك وقال له يعني راحت عليك الفرصة. قال له حكى أنت لم تكن صادق معي، يعني قلت هناك في مخرج وأنا بحثت طول الليل ولم أجد. قال له لا، هناك كان في مخرج لكن أنت لم تنظر إليه، وهو أنه كان باب السجن مفتوح، تركنا الباب مفتوح وإحنا وأنت لم تفكر في هذا الشيء. لذلك يمكن القصة يعني كان بتثير لنا كثير قضايا في حياتنا، أنه بس ممكن أن يكون الحل بين يديه، ومش بحاجة لحلول صعبة كتير ويعصر دماغ الواحد حتى يفكر ويجيب حلول صعبة ليحل المشاكل، إنما ممكن تكون حلول أمامنا ماثلة وحلول بسيطة جدا، من هنا يكمن الإبداع. فهي يمكن مدخل للموضوعنا اللي نحكي فيه إن شاء الله. وأكيد يعني دكتور عبد الرحمن ذاكر راح يذكر لنا أمثلة عديدة جدا في حياتنا بتهمنا إحنا كأسر، ليس فقط المرأة وإنما الرجل وكذلك الأولاد، حتى فعلا نعزز هذا الجانب الإبداعي في حياتنا بأقل التكاليف وبأبسط الإمكانيات. لهيك إن شاء الله مشاهدينا إحنا نتمنى تواصلكم معنا، ورح نتابع معكم فقراتنا إن شاء الله، ونبدأ بأول فقرة بعد الفاصل بفقرة اخترنا لكم، خليكم معنا. يشكر ربي من شكر، جئت لكم هدية من خالق البرية، فلتحفظوا الوصية، يشكر ربي من شكر، يشكر ربي من شكر. الثلج قلب يهطل أبيض فيه الآمال، الثلج قلب يهطل أبيض فيه الآمال، له الصغار هلل، له الصغار هلل، وفارح واحتفل. الثلج غطى الأرصفة بلوحة مزخرفة، الثلج غطى الأرصفة بلوحة مزخرفة، يسقط فوق الشرفة، يسقط فوق الشرفة، حمامة مرفرفة. you
اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. اول فقراتنا واخترنا لكم مجموعه من الاخبار ان شاء الله هيك تكون فيها فائده، ونبداها اكيد كون احنا بنحكي عن اجواء الشتاء والمطر. رح نبدا بهذا الخبر اللي احنا طبعا تناقلته جميع المواقع الالكترونيه حول موضوع كيف حاله الطقس حتكون خلال الفتره الجايه والاسبوع اللي احنا فيه. فكان هذا الخبر من موقع عمون، حيث الارصاد ثلوج ليله الخميس على الجمعه، وحيث بشر احسان المومني من الارصاد الجويه انه في هناك حيكون الاسبوع الحالي ماطر ومليء بتساقط الامطار والثلوج خاصة ليلة الخميس على الجمعة، هكذا جاء الخبر. وطبعا يعني الحالة اللي احنا شاهدينها الآن صار في تأثرت المملكة فعلا بهذا المنخفض من يوم الأحد، وطبعا في عدم استقرار جوي، في هطول أمطار متعددة. طبعا رح يكون نتيجة انه حتكون توقعات الجو حتكون بعد باكر، يمكن رح يكون في يوم الثلاثاء ارتفاع درجات الحرارة وفي حتكون جو شوي أفضل، لكن هذا الارتفاع مش رح يكون طويل، انه حيصير فينا بعد ذلك اندفاع لكتلة هوائية باردة عبر شرق القارة الأوروبية المنطقة التركية، وثم راح تكون على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط. ومع ساعات الليل راح يصير في منخفض قوي جوي من وسط تركيا، وبالتالي حتتأثر المملكة أكيد بهذا المنخفض فجر الأربعاء بمشيئة الله. لهيك هاي التوقعات يعني إنه حتكون خلال الأسبوع، يمكن آخر الأسبوع أربعاء على خميس على جمعة راح يكون الجو ماطر، وقد يكون في بعض تساقط الثلوج في بعض مناطق المملكة. فإن شاء الله نسأل الله أن تكون يعني هذه الأمطار أمطار خير علينا بإذن الله. طبعا بعد ذلك احنا حابين ننتقل لخبر اخر ما يتعلق في كونه احنا صدفنا من امس اليوم العالمي للمرأة، فكان هناك خبر غريب شوي في بموقع الوكيل عن عراقية تنتحر حرقا في اليوم العالمي للمرأة. طبعا هذه المرأة كانت هي طبعا منطقة السلمانية في شمال البلاد، وجاء الحادث بالتزامن فعلا مع احياء اليوم العالمي للمرأة، حتى شهدت هذه المنطقة المعروفة بكردستان بعض الأنشطة المتنوعة في هذه البلدة، فيها التنديد بالعنف اللي بيصير للمرأة ومحاولة المطالبة بحقوق المرأة في مختلف أنحاء العراق. فكان يعني الشيء الملفت انه فعلا انه هذه المرأة انتحرت في هذه الفترة، كونه مشهود للمنطقة هاي كلها انه في هناك حالات قتل وحالات عنف بتتم للنساء او ضد النساء تمارس في حقهم. فكأنه كانت الله أعلم هذه المرأة اللي قامت بهذا الشيء تعبيرا يمكن عن رفض العنف للمرأة، لكن برضو قد ما يكون يعني نحكي احنا مش لدرجة الواحد يوصل للانتحار وقتل النفس، يعني ممكن تعبر عن رفضها للعنف للمرأة بأسريب متعددة كثيرة سلمية، ربما بشعارات، ربما بمسيرات او باعتصامات حتى فعلا تصل او تحقق لها مطالبها. ونحن نعلم الاسلام الحمد لله كفل للمرأة كل حقوقها، ولسنا بحاجة إلى يوم عالمي وغيره، لكن هي سبحان الله يمكن تعبيرها كان تعبير خاطئ نوعا ما، رحمها الله على كل حال. هذا جاء ما جاء في أخبارنا ما يتعلق في هذه المرأة العراقية. إلى خبر آخر، وكونه إحنا اليوم فقرتنا بتتحدث عن الإبداع وعن المرأة المبدعة وعن الإبداع بشكل عام وكيف يمكن أن يسعى لهذا الشيء المهم جدا في حياتنا، عن في سواليف الخبر يتعلق في عباقرة فشلوا في الدراسة. طبعا ملأ حياتهم بالرغم من كونهم أبرز العلماء في التاريخ، لأن الفشل كان له حظ كبير جدا في حياتهم، من بينهم عالم الفيزياء أينشتاين اللي رسب في الرياضيات، وكذلك أديسون الذي وصفه معلمه بأنه في صفوف الدراسة أنه بفاسد، وصولا إلى الشكوك حول مصداقية نيوتن في تفاحته. طبعا كل واحد فيهم له تاريخ كان يعني طويل بحياته مليئة بالصعوبات والعقبات، اللي كان طبعا أينشتاين كان يعني تأخر النطق عنده في السنة الثالثة تقريبا وهو ما كان ينطق جيدا، بعد ذلك يمكن لما كبر بسن أكبر أيضا كان يعني صعوبات جديدة اعترته وكان فشل في الدراسة إلى غير ذلك، لأن أصبح العالم الفيزياء المعروف. ثم بعد ذلك يمكن أن كذلك توماس أديسون اللي كان يتهم بأنه فاسد وأنه وطرد من المدرسة، يعني بنحكي يمكن الله أعلم لو طردوا هذا المدرسة يمكن كان خير إله أنه فعلا أصبح يحاول مرات وتكرارات تكرارا عفوا حتى يصل إلى هذه الاكتشافات اللي عملها من المصباح الكهربائي وغيرها من الأمور الكهربائية اللي كانت متميزة، منها فوتوغراف ومنها آلات تصوير سينمائية إلى غيره من الاكتشافات اللي كان لها أثر كبير جدا وماخذ فيها براءة اختراع. كذلك نفس الشيء نيوتن والجاذبية، اللي لما نظر لقضية سقوط التفاحة ما نظر لها كنظرة مجردة زي أي إنسان، إنما ما كان نظرته نظرة سطحية، أنا إنما فعلا تعمق في التفكير حتى وصل لهذا الشيء. فهي إحنا بنحكي يمكن من خلال هذا الشيء رسالة إحنا موجهة لكل إنسان، إنه لا نحكم على أبنائنا إنه والله إنه هذا إنسان دارس والله علاماته عالية لازم يكون مبدع، ما في علاقة بالإبداع والقضية التحصيل العلمي، يمكن يكون في علاقة لكن ما تكونش هي الحكم إنه والله لا بده يكون علاماته كاملة، هون الإبداع في العلامات مش بشيء تاني. إحنا إن شاء الله نتطرق لهذا الموضوع أكثر مع دكتورنا حتى فعلا يحدثنا على هذا الجانب اللي كتير بهم من الأمهات والنساء اللي بيحرصوا على إنه أولادهم يكون عندهم علامات عالية، لأنه هي مقياسهم هي علامات الإبداع.
قبل ما ننتقل للخبر، حابين ناخذ عرض لهذا الفيديو اللي طبعا كثير تناقلته مواقع الالكترونيه حول موضوع المراه الفلسطينيه التي طبعا لفظت يعني انفاسها الاخيره وتنتظر فتح معبر رفح. وخلينا نشاهد احنا هذا الفيديو. طبعا هي الامرأة هاي كما أشهد إن هي امرأة تعاني من أمراض كثيرة وكانت بحاجة أن تخرج من رفح، تخرج من غزة حتى تأخذ علاج مناسب لها، لكن سبحان الله يمكن تسعفها الأوقات بذلك. وكان حواليها أناس وكان حولها بنات. البنت اللي موجودة طبعا اللي كانت موجودة هنا ليست هي ابنتها بالمناسبة، هي بتكون بنت أختها. هذه الفتاة اللي طبعا تركت أمها وأبوها وتوفوا، جاءتني أنباء من أهل غزة بنفسهم، يعني اليوم حكوا لي إنه والله فعلا هذه البنت يعني هي ليست بأمها اللي تتحدث، وكانت كثير متألمة عليها لكنها شعرت بالأسى على هذه الأم التي ربتها. جددنا لها التحويل في 23/2 وهينا برضو بنستنى، هينا دخلنا على شهر 3 وإحنا بنستنى، وإذا ضلت زي هيك يعني إحنا مش ضمنين إنها تكمل الأسبوع الجاي ولا لا، إحنا نضل نستنى في المعبر، إحنا نقول يا يعني يكون عندهم قلوب يحسوا فينا، يحسوا في مرضانا، يسيبوا من السياسة ويحسوا في المرضى تبعيننا. قولي إن شاء الله يفتح المعبر، قولي إن شاء الله يفتح المعبر، قولي. نحن طول عمرنا بنقول إنه المصريين أخواننا، وإحنا يعني فيش حدود بيننا وبينهم، يحسوا بمرضانا. يعني كان الله في عونهم أكيد. وهذه الفتاة التي تبكي على خالتها فعلا يعني كعنهم الله. وهذه مأساة تتكرر في غزة، يعني ليست فقط هذه الحالة الوحيدة، حالات عديدة جدا تنتظر أن يفتح هذا المعبر. وفتح المعبر هو فتح للأمل لهم لاستمداد الحياة من جديد، فأعنهم الله إن شاء الله. عندنا خبر آخر إحنا رح نناوله إن شاء الله مشاهدينا من موقع البوصلة، ما يتعلق في الأردن وأسباب 10 لزيارة الأردن. لماذا إنه الأردن يعتبر بلد يعني مضياف، ولماذا الناس ترتادوا يمكن والسياح بشكل عام؟ من أسبابه طبعا الثقافة البدوية التي هي فعلا أصل الضياف الأردنية، حيث الكرم والجود والعبارات الموجودة أهلا وسهلا وغيرها من العبارات الجميلة. كذلك أيضا في من الإقامة الصديقة للبيئة ومحاولة يعني المناظر الجميلة والخلاب والاهتمام فيها في بعض الأحيان من ضمن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. كذلك النكهات المشرقية في عمان، حيث فعلا المأكولات الشرقية معروف أن عمان أو الأردن بشكل عام تمتاز بالأكلات الجميلة وتقدم للناس بشكل جميل جدا. الجولات الثقافية والترفيهية والأماكن اللي قد بحاجة تكون فيها إطلالة، وهي موجودة أصلا في أكثر أغلب المناطق. معروف أن الأردن فيها جبال عديدة جدا، وحيث ما نظر الإنسان يطل على منظر جمالي. عديدة هي المناطق السياحية، وإحنا يمكن في برنامج بيتكم عامر أكيد لنا حلقات ميدانية في كل جمعة تعرض لنا في مناطق في أثار أو مناطق معينة في محافظات الأردن، حتى فعلا نتعرف على ربوع بلادنا وننظر نظرة إيجابية للبلد، إنه في كل شيء فيها في حياتنا فيها هيك وفيها هيك. أي نعم في عنا فساد وفي عنا غلاء وفي عنا مشاكل وفي فقر وغيره، لكن أيضا في هناك جمال وفي هناك أصالة وفي هناك شيء رائع ممكن الإنسان يشعر بالراحة النفسية عندما يرتاد هذه الأماكن، وليس فقط السياح. فهي الدعوة أيضا منا إنه إحنا برضه نبحث هيك ونكتشف ربوع هالبلاد وحتى ترتاح النفس لهذه المناظر الجميلة. من أخبارنا أيضا من زاد الأردن، وهذا الخبر ما يتعلق في أردني يزور تركيا أو يزود عفوا تركيا بمئة قطار خفيف. طبعا هذا الخبر عن المهندس، هو مهندس كان في إيطاليا وقام مع شركة إيطالية، اسمه هو المهندس محمد عيد، أول دفعة قطارات خفيفة لمدينة إسطنبول، اتفاقية مبرمة بين الجانب الإيطالي وكذلك تركيا، حيث تعتبر القطارات الخفيفة أفضل وسائل نقل الحديث لسرعتها وانعدام الضوضاء والإزعاج من خلال استعمالها، بالإضافة لتوفير الطاقة والتقليل من التلوث البيئي. ويحمل 330 راكب، سرعته طبعا سرعتها 80 كيلو في الساعة كيلومتر في الساعة. طبعا المعروف انه هذا الرجل لما قام بعمل هالاكتشاف هذا واهتمامه بهذا الاكتشاف، قال انه هناك لو هذا فعلا المشروع طبق في الاردن عندنا كان صار الوضع افضل بكثير من حيث التوفير على المواطن الاردني اللي بيستهلك او ينفق ما يزيد عن 200 دولار على المواصلات، في حين المواطن في اوروبا لا يزيد مصروفه الشهري في المواصلات 30 دولار.
الفرق إذا واضح كبير جدا. وكما أعلم يمكن وقرأنا بعض الصحف إنه هذا المهندس قام فعلا بطرح هذا المشروع للحكومة في الأردن، لكن الحكومة كانها رفضت أن يقوم بتطبيق هذا المشروع، وأنه كان هو واضع إنه في خطة على حسابه الخاص في بعض الأمور في الميزانية، لكن ما تم تطبيق هذا المشروع. جاءت تعليقات عديدة جدا على فكرة بالنسبة لهذا الاكتشاف أو هذا المشروع، بأنه يعني لماذا العقول المبدعة التي تهاجر الأردن وتذهب من بلدها وتذهب إلى أماكن أخرى، وبالتالي هذه الدول الأوروبية تستثمر هذه الطاقات المبدعة فعلا. إلى متى يمكن إحنا بنحاول دائما يعني ما نحافظ على أبنائنا وأبناء الوطن اللي عندهم طاقات وعندهم إبداعات، وكيف هي الوسائل فعلا أن تجعل أو تشجع هؤلاء الأبناء أنهم يكونوا موجودين في بلادهم وأنهم يحفظوا بلادهم ويحاولوا يستثمروها بطريقة جميلة ورائعة. فإن شاء الله إنه هاد تكون يعني فرصة إنه فعلا إنه يكون استغلال وتوظيف واضح لأبنائنا وأبناء الوطن حتى يستغلوا مقدرات هذه البلاد. في عنا فيديو قبل ننتقل لخبر آخر في خبرني، هو ما يتعلق أيضا كون إحنا اليوم خبرنا شو بتحكي عن الإبداع والتطوير. اللاجئ السوري قام بصناعة أكبر مصحف من الخشب، نشاهد هذا الفيديو. طبعا هذا العبارة عن الطريقة يمكن نعتبرها طريقة إبداعية يمكن مشاهدين الكرام، أن يفكر إنسان بعمل خشب شيء خشبي بيتعلق بصناعة خشبية للمصحف. ربما يمكن هي فكرة كما قلنا جميلة جدا، عنده موهبة عنده طاقة هذا الإنسان وظفها توظيف جميل جدا ومفيد، وهذا اللي بنحكي عنه إنه الإنسان لما يكون عنده طاقة رائع يعني هو يظفها بشيء إيجابي، شيء فيه خير فيه قيم إنسانية فيها قيم أخلاقية بعيدة عن الأمور التي قد فيها يكون عنف ودمار وأشياء قد تخرب البلد. فهو هذا اللاجئ السوري من رغم المعاناة اللي بيعانوا منها ومن رغم من الأوضاع اللي بيعيشين فيها إلى أنه فعلا استطاع أنه يخرج من هذه المعاناة وتخرج من رحم المعاناة دوما الإبداعات ويخرج الأمل بإذن الله، وإن شاء الله ربنا هيك يعني يهدي نفوسهم ويحل الأمن والسلام والاطمئنان على بلاد سوريا وعلى كل بلاد الوطن العربي. خبرني ما يتعلق في وضع جامعاتنا وطلاب الجامعات اللي هم برضو كمان لهم أيضا بصمة وأثر لما يكونوا أصحاب رسالة في هذا الخبر عن سندويشة أمي تخفض الأسعار. هذه حملة قام فيها طبعا طلاب في جامعة البلقاء التطبيقية، وأعلنت الحملة عن توقيع اتفاقية بين عمادة البوليتكنيك وسندويشة أمي الأزكى لخفض أسعار الكافيتيريا، حيث طبعا هم كانوا تقريبا بيعانوا 4 شهور من قضية رفع الأسعار الكافيتيريا وأنها أسعارها عالية جدا عليهم وما بيستطيعوا، وكانوا طالبوا مطالبات عديدة جدا لإدارة الجامعة أنهم يخففوا شوي من أسعار السندويشات. وفعلا بطريقة إبداعية برضو كمان وبالحملة اللي قادوها، أتوقع أكيد هذه الحملة لو لم تكن حملة مخطط لها جيدا وكانت حملة لها أهدافها واضحة والصورة اللي طبعا أظهروها بطريقة جيدة لما استطاعوا أن يحققوا فعلا هذه الأهداف ويوصلوا لهذا الانتصار. هم طبعا بيسموه انتصار وثبتت إرادة الطلاب ونحن مع الحرية والإرادة، وهم عارفين يرفع شعارات أنهم مبسوطين جدا فعلا على الإنجاز اللي قدموه من خلال هذه المطالبات. فهي يمكن رسالة فعلا أن كل إنسان صاحب مبدأ صاحب فكرة صاحب هدف عليه أنه يستميت حتى يحقق هدفه، وبالتالي مع طول النفس والصبر ممكن الإنسان يستطيع أن يحقق الأهداف. إن شاء الله تكون هذا ديدا كل طلابنا في الجامعات الأردنية وغيرها أنهم يحاولوا يكونوا أصحاب فكرة ويوصلوا رسالتهم بطريقة لبقة بطريقة جميلة بطريقة إبداعية. يعني حتى اللوجو كان كتير حلو لما كان مكتوب عليه حملة سندويشة أمي أزكى، فبتثير عند الناس حفيظة الناس أنه شو اللي بيحكوا فيه هذا بالضبط، فتحية لهم بالفعل. أيضا من مدينة نيوز حابين إحنا نختم معكم بهذا الخبر عن هل تختلف طريقة التفكير بين الرجل والمرأة. وجاء طبعا هنا بيحكي أنه في اختلاف بين الرجل والمرأة يمكن حسب التركيب الجيني بالنسبة لكل طرف فيهم يفكر بطريقة مختلفة، لكن الدراسة تقول أنه الرجال أكثر ميلا للعدوانية، ما يزعلوش من الرجال لأنه هي حسب الدراسة تقول ذلك أنهم عندهم ميل للعدوانية أكثر. المرأة يمكن بطبيعتها عندها رقة وتعاطف أكثر، فبالتالي هنا بعيدة شوي عن الأشياء اللي فيها عنف. هي هيك تقول الرسالة أو الدراسة. أيضا الدراسة تكمل تقول لا يوجد اختلاف في نسبة الذكاء بين المرأة والرجل. هي إحنا رسالة موجهة لكل من يحاول إنه يعطي رسالات سلبية للمرأة إنه هي امرأة عندها نقص في عقلها أو دينها أو كذا، هاي الأمور اللي بنسمعها مرات، وحتى فهمه للخطاب القرآني بيكون فهم خاطئ إنه المرأة ناقصات عقل ودين. فبالتالي إحنا بنوجه فعلًا إنه قبل ما نيجي نحكي عن الرسالة أو هاي الدراسات اللي إحنا شايفين الأجنبية، الإسلام والقرآن الكريم هو المنبع الأصلي اللي أعطى المرأة يعني حقوقها وجعلها مكرمة في تفكيرها وفي عقلها وفي كل كثير من الأمور، فما في أجمل من ديننا اللي أنصف فعلًا المرأة وأعطاها هذه
النسبة. لكن جميع الأحوال نحكي برضو أنه ما في اختلاف بين درجة الذكاء بين الرجل والمرأة، فالمرأة ذكية في مجالها وكذلك الرجل ذكي في مجاله. وإذن الدراسة تقول أيضا في اختلاف في اختيار شريك الحياة لكل واحد فيهم، طبعا له مواصفات وله مقاييس ينظر لها في اختيار شريك الحياة، هي عبارة عن دراسات ليس إلا. إحنا بهيك بنكون مشاهدين الكرام ختمنا معكم جولتنا في اختارنا لكم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. تابعونا بعد الفاصل مع ضيفنا الدكتور عبد الرحمن ذاكر حتى يحدثنا عن المرأة المبدعة والقيادية. نتمنى تواصلكم وخليكم معنا. منو اللي يقول ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ احنا ما نقدر نقدر. منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإذن الراية راية الدين الأغر. ربنا خلقنا لغاية لازم نوصل للنهاية ونرفع بإذن الراية. احنا نقدر نرسم البسمة على عيون البشر، احنا نقدر نترك البصمة ونخلي أثر. نرسم البسمة على وجوه البشر، نترك البصمة ونخلي أثر. ربنا خلقنا لغاية منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ 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 عزم وخلاص وتحدي بنتخطى العقبات، واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. عزم وخلاص وتحدي بنتخطى العقبات، واحنا ما نقبل نكون على هامش الحياة. ربنا خلقنا لغاية ربنا خلقنا لغاية منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ 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 اسرتي تبقى بابي لما يرمين الزمان، في المحبة تحتضني تزرع دروبي امان. اسرتي تبقى بابي لما يرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستشفى الإسلامي عمان الأردن صرح طبي شامخ تمتزج في رحابه أصالة الإسلام العظيم مع أحدث المعطيات الطبية، خدمات على مدار الساعة، المختبرات الطبية، طب الطوارئ والإسعاف والحوادث، بنك الدم، الصيدلية، وحدة أطفال الأنابيب ومعالجة العقم، ووحدة اللازك وتصحيح البصر. عياداتنا التخصصية في خدمتكم، نخبة من أطباء الاختصاص والاستشاريين. قسم شؤون المرضى العرب في خدمتكم. المستشفى الإسلامي مراعاة للحدود الشرعية في تقديم الخدمات الطبية. المستشفى الإسلامي جدير بثقتكم. هجينا مع كل الأصحاب في مثال تلاقينا احنا والأحباب. القرطاسية الأصلية على المستويات الدولية، والأسعار حلوة وطرية في ميسم تلقى الهدية. ميسم سنتر أحلى
الألعاب وأجود أنواع القرطاسية والهدايا والعطور ومستلزمات الأطفال. كل هذا وأكثر في ميسم سنتر عمان الجبيهة، إشارات المنهل، الزرقاء الجديدة، شارع 36، يجوز الجبل الشمالي، والآن في الهاشم الشمالي، إشارات مستشفى الأمير حمزة. مع ميسم أنت الكسبان. مدارس الحصاد التربوي، المدرسة الأولى التي تعمم الحاسوب اللوحي على كافة طلبتها في المدرسة الدولية. المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة الطريق لجائزة نوبل للبحوث الفيزيائية. المدرسة الأولى على مستوى الوطن العربي في توظيف سمارت بورد من الروضة وحتى المرحلة الثانوية. مدارس الحصاد التربوي، علم إيمان وإبداع. عمان، شارع المطار خلف جامعة البتراء. موسوعة معالم القدس الحضارية متخصصة بمدينة القدس حضارة وتاريخ، تجدونها لدى كل من مركز الفرسان، دار عمار للنشر والتوزيع، دار المنهل إتقان للخدمات التربوية، جمعية المحافظة على القرآن الكريم بكافة فروعها، دار النفائس. هذا العمل نتاج 5 سنوات للباحث الأستاذ عزمي أبو علي. للحجز وطلب الكميات الاتصال على شركة مطابع أروى 489-2340، لتكن هديتك حضارية مقدسية. من وحي الحياة وتسارع أحداثها تولد التساؤلات وترتسم ملامح المستجدات، فلا تجد القلوب بدا من البحث عمن يجيبها. أنت تطرح التساؤل ونحن عندنا الإجابة. فتاوى وأحكام يأتيكم في الأوقات التالية. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. تمتلك المرأة طاقات كامنة من المواهب والقدرات التي تؤهلها لبلوغ درجة الإبداع، فالشاعرة المجيدة والمعلمة الفاعلة والإدارية الناجحة والأم الماهرة والمربية الفاضلة والداعية المؤثرة تستخدم قدراتها الإبداعية بطرق وأشكال مختلفة، فضلا عن المهارات الإبداعية التي يمكن أن تتعلمها وتتدرب عليها. لكن المرأة مأسورة غالبا لنمطية معينة في التفكير تكاد تتجمد عليها فينضب التفكير وتشح الموارد، فتتراكم المشاكل اليومية والمسائل التربوية خالية من الحلول. فهل الإبداع في التفكير ضرورة ملحة لمواجهة العديد من المشاكل والأزمات؟ عن الإبداع والقيادة عند المرأة ومقوماته ومعوقاته والوسائل التي تعزز الإبداع والقيادة، يسرنا نرحب بالدكتور عبد الرحمن ذاكر، طبيب استشاري العلاج النفسي والتربوي. أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج بيتكم عامر. أهلا بك، تشرف بوجودك معنا دكتور. الله يرضى عليك، يشرف لنا. إحنا حديثنا عن المرأة وكونه إحنا برنامجنا هو أسري بهمنا، بهم كل الأسر أكيد، ونتحدث عن الإبداع وهو كم أهمية الإبداع، لكن كونه خاص بالمرأة، فحبين تعرف أول شيء مفهوم الإبداع بشكل عام وعلاقته بالمرأة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على الإبداع تعريفاته كثيرة، يعني لما حتى إذا أي شخص دخل على اللي بيسموه الحج جوجل ويعني وأجرى نوع من البحث يعني ستظهر له تعريفات كثيرة. أنا يهمني أن يعلم أن الإبداع ليس هو الإتيان بجديد مطلق، هو الإتيان بنظرة جديدة لشيء مألوف. صحيح. طيب، وأنا أتوقف دائما عند هذه، لأنه البعض يقول أنه يعني هو أن تأتي بشيء من لا شيء. ما في شيء، يعني لا يوجد هنالك إتيان من لا شيء، ينبغي أن يكون هنالك الأدوات محيطة والمعطيات متوفرة. لكن يبقى فقط مسألتين أو مسألتان. أنا أرى أن الإبداع يرتبط تعريفه يعني بمفردتين، المفردة الأولى الملاحظة، والمفردة الثانية الحاجة. كثير منا لا يتوقف ولا يلاحظ، وبالتالي كيف لهذا الشخص إذا لم يتوقف وإذا لم تتوقف عند المجريات اليومية أن يعلم أن هنالك ثمة أمر يحتاج إلى التبديل. إلى ثانية الحاجة، كثير من الأفكار الإبداعية التي يدعي البعض أنها مبدعة وهي كذلك، لكنها لا تلبي حاجة. صحيح. يعني هي قد لا تلبي إلا حاجة التميز عند الإنسان. نعم. ولذلك نحن دائما نحذر أن لا يقع البعض في فخ الإبداع لغرض الإبداع. نعم. لا، ينبغي أن يكون هناك هدف أسمى له. نعم، جميل. إحنا طبعا هنكمل حديثنا مع الدكتور هنا، بس حابين نوه للسادة المشاهدين عن التواصل عبر صفحة الفيسبوك، وكذلك ننتظر تواصلكم معنا على هواتف البرنامج المعروضة أمامكم على الشاشة، حتى اللي عنده استفسار أو شيء يتعلق في موضوع الإبداع الدكتور عبد الرحمن ذاكر، هي فرصة إنه حظينا بوجوده معنا أكيد، يعني حتى نستجيب، يعني يسمع لكم ويقوم بإجابة على تساؤلاتكم. سؤالنا اللي نزلناه على صفحة الفيسبوك بالمناسبة دكتور عن وجه سؤال للدكتور عبد الرحمن ذاكر عن المرأة والقيادة والإبداع، فنحن ننتظر الآن من هلا. طيب. نكمل في الحوار أسئلة أو إجابات حول أو مداخلة في هذا الموضوع إن شاء الله. طب إحنا بنحكي عن الإبداع، لا هل يختلف اثنين أبدا عن أهمية الإبداع في حياتنا؟ صحيح. سواء كان الرجال أو النساء أو الأبناء. طبيعي. وكم إنه الإنسان كلما كان مبدعا كلما كان له أثر في طبيعي. هذا المجتمع، لكن إحنا بنحكي عن المرأة حاجة فعلا، هل إحنا بحاجة لنساء مبدعات في مجتمعنا في ظل هذه التغيرات اللي إحنا نعيشها الآن والانفتاح والتكنولوجيا إلى غيرها من طبيعي. الأمور؟ طيب، هو أنا يعني سأجيب عن سؤال داخلي أنا قبل ما أجيب سؤالك. هو يعني نعم، نحن في حاجة إلى نساء مبدعات على الأقل حتى يعفوني أنا من مهمة أني أنا أكون أمامك الآن. نعم. حتى يكون في عندنا ذلك يعني ذلك العنصر المهم الأساسي في هذا المجتمع اللي للأسف ما عم نجده كثيرا، رغم صحيح. إنه من أكثر العناصر تواجدا في الدورات التدريبية وفي الحلقات التعليمية وفي الجامعات. طيب، أين الإنتاج؟ قضية ثانية، إذا اتفقنا على اللي أشبه تكون مسلمة الآن، دور المرأة في المجتمع، نعم، في البيت، تربية، تعليم، النصف الزوجي، إذا هذا الحجم من المجتمع، إذا هذه الكتلة الحرجة من المجتمع ليست مبدعة، نعم، إذا لا نستغرب أن تكون الثقافات عم نتوارثها وعم بتكون نسخ لما قبلها. إذا نعم، نحن نحتاج إلى أن تكون المرأة مبدعة، الفتاة مبدعة، الأم مبدعة، الزوجة مبدعة، وطبعا كل واحدة في مجالها. إذا بدأ الإبداع من هنا، أنا أدعي إذا بدأ الإبداع من هنا المجتمع سيلحق تلقائيا، لكن
يعني هذا يحتاج إلى نعم عمل. جد، نحن نكون واقعيين بصراحة نحكي، نعم يعني هذا غير عن نبعد شوي عن الورق. لما نعم بنحكي مثلا عن دورة يعقدها دكتور مثلا متخصص، تجد إنه نعم النساء أقبل النساء على الدكتور أكثر من المدربة. نعم يعني هل هناك في خلل في الثقافة إنه ليش إنه لا 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 ننظر لا للمرأة نظرتها للمرأة الأخرى إنه نعم هي ما زالت لسه يعني ما بتحترم إبداع المرأة اللي مقابلها، أم تنظر للرجل إنه هو مبدع أكثر؟ يعني لا أدري، يمكن طيب هذا الجواب راح أحب هذا السؤال أنا بصراحة من زمان يعني جميل. حد هو يجاوب عليه. الحقيقة يعني كنت أقرأ في كتاب، هو يعني مو كتاب عربي، كتاب أمريكي، طيب يتحدث عن اسمه القيادة وخداع النفس، طيب ويتحدث في فصل من فصوله عن الليدرشيب، القيادة عند المرأة ومعوقاتها. واحدة من معوقاتها اللي هو يذكرها المرأة، نعم يرى انه يعني، وهذا في امريكا مش عندنا، حتى البعض يقول احنا، هو يرى انه فعلا النظره العامه ان كل ما يتعلق بما هو خارج البيت فهو الاصل ان يكون للرجل حتى عندهم، وبالتالي تذهب المراه بمفهوم مسبق في مؤخره الدماغ كما نقول، بان الدكتور الجراح الذكر اشطر من ايوه الجراحه بالضبط. المراه. نعم ليش تروحي بعيد؟ انا زوجتي طبيب جراحه عيون، تقول لي احيانا، وهي يعني بفضل الله، يعني هي نتكلم في عمان في الاردن، هي الوحيده الانثى، مش في الاردن يمكن في الشرق الاوسط، الوحيده الانثى اللي عندها 3 اختصاصات في جراحه ما العيون. شاء الله طيب ومع ذلك تقول لي احيانا ياتون الي الناس فينظرون إلي بطريقة يعني إنه طيب، في خوف يعني يعني ما في ثقة لست تامة. ما في ثقة، أو يتكلم يعني، يعني ترين أحدهم، وهذا ما وصفته لي مرة، إنه أحدهم ينظر إلى الرجل دكتور فلان دكتور فلان، فيأتي إلى زوجتي ويقول أخيتي قالت لي كذا. طبعا أهلا وسهلا بالأخوة وكل شيء، لكنه لا أسقط مفردة الدكتورة لأنه لا أها تتناسب. هذا موجود نعم، موجود لكنه أنا في بداية سؤالي قلت لا، لماذا؟ لأنه هو الحقيقة أيضا، خلينا نكون واقعيين، أن مهما يعني المسألة تحتاج إلى يعني إلى سنوات من نعم تعديل المناخ العقل الجمعي هذا اللي عندنا والثقافة، حتى تصل المرأة إلى أن تتقبل أن يكون المنهج العلمي كائنا من يعني نعم من يطرحه أنا أتقبله. نعم هذا يحتاج إلى وقت. فهي نعم معوق هذا موجود، ولكن خليني أكون أيضا واقعي معك، أنا هنالك أيضا نوع من التراجع عند النساء. نعم وينهم؟ نعم يعني أنا مرات أقول طب يا بنات روحوا فلانة عاملة مؤتمر، اتجهوا، ما صحيح بيروحوا، صحيح لا بدنا خلي الدكتور الفلاني. طب إذا أنتم ما انطلقتوا من اللي سينطلق؟ فعلا وبالمناسبة يعني بيكون في عندنا تمرد نقيض الطرف نعم المقابل، نعم اللي هو أنا بدي أطلع وأتحرر وأعمل كل شيء، فتجدين أحيانا أنه بعض الحواجز يعني موجودة. مكسورة وكذا. نعم بدنا يعني احنا كوننا بنحكي على المعوقات اللي راح نعم نطول فيها شويه، شو الاشياء اللي بتعيق فعلا ابداع المراه او تقف يمكن عثر امام تقدمها، حابين نحكي ما هي الادوات التي من خلالها ممكن ان تكون مراه مبدعه، مقومات الابداع بشكل عام. انا حكيت لك قبل شوي من تعريفات من تعريف الابداع في مفرد يعني مفردتان مهمتان، الملاحظه نعم والحاجه. نعم ينبغي ان تتدرب المراه اولا على ان تكون عندها قدره على التوقف والملاحظه. نعم وأنا يمكن أنت حضرتي معنا يمكن المؤتمر الملتقى اللي من يومين، ذكرت مثلا مثال واقعي الأعراس. نعم صح. طيب أنت يا ابنتي يا أختي اللي العروس، المفروض أنت اللي تتوقفي وتقولي كيف يعني كيف أفرح اليوم في عرسي في هذه الليلة الوحيدة طيب يعني كمان بطريقة مبدعة. صحيح تجدين أن القضية مستنسخة. نعم الآن هذا تلقائيا يعني نعم سيتعلق بمسألة قبله، ألا وهي إيش؟ أني أقدر نفسي. صحيح. والحقيقة أول معوق يجي يعني يقف في وجه الإنسان عموما وفي وجه المرأة خصوصا في مجتمعاتنا نعم تقدير النفس. جميل. هي تقريبا يعني لا أريد أن أبالغ، ولكن تقريبا معظم الأشياء اللي حولها نعم تدعو إلى عدم تقديرها لنفسها. أنت منافعة، نعم أنت ما بتفهمي، أنت ناقصة عقل ودين، أنت مفاهيم أصلا خاطئة يعني أخطاء شائعة. نعم بالضبط. هذه المعوقات تجعل المرأة تنشأ وهي لا تقدر نفسها. صحيح. طيب إذا ما قدرت نفسها من أين سيأتي لديها ذلك الحس بأنني بإمكاني أن أقدم شيء جديد، وبالتالي أصلا نعم أتوقف وألاحظ، وبالتالي أرى ما صحيح هي حاجة المجتمع وكذا. ما يعني أنا من المسائل اللي مرات يعني مضحكة مبكية، ما الذي يدعو فتاة أنثى في مجتمعاتنا أن تدخل إلى سلك من الأعمال لا أريد أن أسميه لا يكون إلا للرجال؟ نعم لأنها مستنسخة.
لا تقف لتلاحظ ما هي حاجة المجتمع. ما هي حاجة المجتمع لي كأنثى؟ أنا أقول دائما أنا بودي أن ينافسني في أعمالي في عملي الطب النفسي والعلاج النفسي البنات، لأن المرأة هي أقدر على أن تتعاطى مع النفس البشرية. لكن وينهم؟ ما بنشوفهم. إحنا خلينا نكمل برضو أمثلة أكثر حتى نتحدث أكثر بشكل كبير، خاصة للفتيات الأمهات اللي عم يشاهدونا. بس نأخذ إحنا برضو تقرير قمنا فيه عمله بمؤتمر يوم السبت. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا المؤتمر كان المؤتمر المهنيات للإبداع والقيادة، حيث كان عدة أوراق مطروحة في هذا المؤتمر، من ضمنها ورقة الدكتور عبد الرحمن ذاكر حول موضوع المهارات التفكير والإبداع، وكذلك للدكتورة حياة المسامي ودكتورة سليمان الدقور، غيرهم كثير كان موجودين. كل واحد فيهم قدم ورقته ما يتعلق في الإبداع والقيادة وكيف يمكن الإنسان يكون مبدع. كذلك أستاذ مراد حبايب قدم اختبارات في الإبداع كانت جميلة جدا. كان بافتتاح دكتور زرون النجار، كان هو اللي في الافتتاح، وطبعا ما شاء الله عنه فعلا. فيعني كاميرا بيتكم عامر كانت متواجدة هناك، حتى يعني أجرينا بعض اللقاءات حول موضوع فعلا اللي قدموه هؤلاء المدربين والمبدعين. فنتابع معكم هذا التقرير. هديات أساسية في القيادة في التعامل مع الجزرة. هي رمز لإيش مناسب؟ الجزرة هي الاحتياجات. ورقتي سوف تتحدث عن أساليب ثلاثية أساسية في القيادة، ممكن تكون قيادة بالسلطة والقيادة بالمنفعة والقيادة بالقيم، وكيف نحول هذه الأفكار إلى أساليب عملية لقياس مدى فاعلية الشخص بتطبيق هذه الأشياء. فهي محاولة لتحويل الشيء النوعي إيش سبجكتيف هيك غير قابل للقياس إلى ما يقابله من قضايا قابلة للقياس. فبدل ما الإنسان يكون حكمه على نفسه أني أنا إنسان جيد أو سيء أو دون يكون التعبير كمي، لا نحولها لتعبير كمي. فهي عبارة عن استبانات، عدد الأسئلة مثلا حوالي 70 سؤال، 75 سؤال. الهدف منها أنه الشخص يتنور هو أنه كيف يستطيع أن يقيس المهارات القيادية وقدرته على التأثير في الآخرين. وضعت نموذج، سميت هذا النموذج دائرة القيادة بين أقواس 7 M. يعني راح أعمل عملية مشابهة أو محاكاة بين الدائرة الكهربائية ذات التيار المستمر وبين دائرة القيادة. طبعا عناصر الدائرة الكهربائية المستمرة في عندي المصدر، هاي راح تحاكي القائد. في عندي الموصل اللي هو السلك اللي بيمر فيه التيار الكهربائي، هاي راح تكون الأتباع في دائرة القيادة. في عندي المصباح في دارة الكهربائية، هذا راح يكون عند الإنتاج ونتاج العمل القيادي. في عندي المقاومة في الدارة الكهربائية، وأنا عندي يعني مقاومة المجتمعية أو خلينا أقول معيقات في طريق هذه الدائرة. وأيضا في عندي إنه هذا النظام معزول لازم، وإلا يكهرب يصبح خطر على من يتعامل معه. أنا عندي دائرة القيادة لابد أن تكون وفق أخلاقيات وقيم حتى لا تعود بالفساد على المجتمع. نحن لا نظن أن هنالك قائد لا يكون في ذاته مبدعا، بمعنى أنه أنت لا تتصوري من القيادة أن تكون شخصا تقليديا، لأنني أنا أردتك في هذا المكان حتى توصلني إلى ما لم أستطع الوصول إليه، وإلا لتمكنت بنفسي. وبالتالي يعني القيادية من بعض متطلباتها أو من أساسيات متطلباتها الإبداع. الجيل الواعي والجيل المستقبلي أكيد المرأة، أن المرأة معلمة، مرأة أم، مرأة طبيبة، المرأة كل شيء بالدنيا. فأكيد الجيل القادم هو جيل الأم وجيل الأخت وجيل العمة وجيل الخال. فإذا الأم والأخت كانت فاهمة دورها وفاهمة شو هي في الحياة، فبالتالي حتقدر توصل لمجتمعها ولأمتها ولأطفالها، وإذا هي مدرسة حتقدر توصل لأطفالها بالمدرسة إحنا إيش وإيش هدفنا بالحياة. مأمول من هذه اللقاء إن شاء الله تعالى أن تعي المرأة أن لها اهتمامات أخرى في حياتها. الاهتمام هذا أنه أنت كمهندسة كدكتورة يكون عندك قدرات على أن تكوني مبدعة، أن تكوني صاحبة رسالة، غير رسالتك المهنية رسالة مهنية زائد قرآنية إن شاء الله تعالى.
إذن هذا كان تقريبا يعني التقرير اللي قدمناه احنا في مؤتمر المهنيات الإبداع والقيادة، وكان فعلا احنا لاحظنا يمكن دكتور كم احنا بحاجة فعلا لمثل هذه المؤتمرات التي تعنى بتعزيز الدور إن شاء الإبداعي. الله. وبصراحة غير عقدها أنا يعني أشعر يعني لو تمكننا إنه يومها نكتب زي توصيات، هي ينبغي أن تحتوي على ورش عمل. صحيح، يعني الطرح جيد تدريبي وطبعا يعني. وينبغي أن يكون هنالك ورش عمل ينتج منها مثل مشروع أو شيء تطبيقي مباشر، توصية أو تكاليفات حتى ممكن تتابع الإنسان بعد ذلك يعني. بالضبط، لأنه الحقيقة هذا الجهد يعني التحضير الإعداد المواصلات الكذا أنا بحب في الأخير يترك بصمة. البعض سيقول طيب ما هو حيترك بصمة أكيد في كم شخصية. نعم هذا إن شاء الله موجود، لكنه أنا بحب أنه الواحد يسعى أكثر إلى أن يحول هذه المسألة إلى إسقاط واقعي. أكيد طيب. طبعا صحيح، هي توصية إن شاء الله من خلال إن شاء الله. إحنا إن شاء الله. خصوصا إحنا في ظل الآن غياب القيم مرات الإنسانية والأخلاقية، إحنا بحاجة فعلا دائما دعم مثل هذه المشاريع. إن شاء الله. قبل ما نكمل أنا بس بصفحة الفيسبوك إجانا يمكن تساؤلات يعني حول موضوع الأسئلة عن المرأة والقيادة والإبداع، ووجهه لك في يعني بعض الأسئلة لسمية العلاكي، تقول متى يتخلص المجتمع سلوكا لا تنظيرا بالنظر للمرأة كمادة لا معنى وكفاعل لا مفعول به؟ أجاوبها مباشرة؟ تفضل. عندما تتخلص المرأة أولا من ذلك، عندها هي العقد موجودة. لا أريد أن أسميها عقدة، ولكن عندما تتخلص هي المرأة بإمكانها أن تضع نفسها في الموضع التي تريده عندما تقرر ذلك. جميل فعلا. لكن القضية أنا لا أرى هذا القرار. نعم. أنا أرى للأسف أرى فتياتنا إلى الآن يعرضن أنفسهن كأنهن دمى. نعم. وتعرض نفسها حتى في مكان العمل وكأنها رايحة يعني على حفلة عرض. إذن أنت تريدين أن تبقي على الحال الذي أنت معين. بالضبط. ما في تطوير. كمان تقول أيضا سؤال آخر، لما تعزون أسباب عدم ظهور المرأة في المواقع بالشكل الذي يمتاز به الرجل، هل في الموروث التاريخي للنظرة الذكورية للمجتمع العربي، أم في عدم مواكبة المرأة لتطور الرجل واقتحامه للمجالات، أم في تعمد المؤسسات إقصاء المرأة؟ أول 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 يعني بندين أتفق معهما، الثالثة تحتاج إلى يعني دراسة، لأنه فيها قفز إلى النوايا. يعني قضية التعمد لا يعني لا أدري يعني مدى يعني صحة هذا يعني هذا التكهن. لكنه نعم، أول بندين نعم في عندنا موروث مشكل. الإسلام الإسلام يعني للأسف سرب إلينا بطريقة توريثية تراثية لا تكاد تكون لها علاقة بالأصول. صحيح. وبالتالي أصبحت المرأة ترى أن الإسلام هي هكذا تظن، هكذا وصل إليها الإسلام، يقول لها أنت مكانك في هذه الزاوية فقط، الإسلام يقول لها لا تبدعي الإسلام. وبين الحين والآخر يعني عندما نريد أن يعني نداعب مشاعر المرأة نتكلم عن شخصية عائشة، نتكلم عن شخصية أم سلمة، بالضبط نجبر بخاطرة. لكنه طبعا ولكن كما أجبت على السؤال الأول أجيب على السؤال الثاني، ابدأي أنت يا أختي، ابدأي أنت يا أمي يا ابنتي. أما أن تنتظري يعني أنا لا أريد أن نشبه الموضوع دائما كأنها حرب، لأنه في مشكلة أيضا أن في طرح تمردي عند المرأة. أنت مع المجتمع، كلمة مجتمع ذكوري بالمناسبة يعني هذا اللفظ كلفظ يعني أنت معه دكتور كواقع؟ نعم. مجتمع ذكوري كواقع؟ نعم. نعم كواقع. نعم أنا لست معه المجتمع هو مجتمع إنساني. نعم. نحن يعني من لطائف اللغة العربية أن الإنسان لا تذكر ولا تؤنث. صحيح. إنسان. صح. أنت إنسان وأنا إنسان. نعم. لكن الواقع يقول نعم في مجتمع ذكوري. نعم. طبعا مع أنه الإسلام يعني التاريخ الإسلامي حافل ببطولات المرأة، مش بس بطولات جهادية بقدر ما هي أيضا بإعمال الفكر والعقل. قبل فترة أنا حطيت على صفحتي على التويتر وفيسبوك كنت عم بقرأ في كتاب لوحدة الكواري باحثة من المغرب العربي. نعم. تتكلم على جهود المرأة في تدوين السنة النبوية في أول 6 قرون هجرية. ما شاء الله. شيء مهول، شيء مهول. طيب أين هذا؟ يعني واحدة من الأشياء اللي حبيت أصدم فيها الناس أنه ابن تيمية 5 من شيوخه نساء. ما شاء الله. ابن تيمية الشخصية المعروفة شيخ الإسلام، 5 من شيوخه نساء. بس ما يعني وكرر مرة أخرى هذا الكلام يحتاج يعني أنا لا أريد دائما أن يتصدر الرجل يتحدث عن المرأة. حتى في عندي مادة اسمها وليس ذكرك الأنثى دائما بكتب في أولها
هذه المادة ينبغي أن تقدمها امرأة. امرأة نعم. مش إحنا اللي دائما يعني نعود نعم. نتكلم عنها. يعني حتى في ذكر يمكن صحابية أشارت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بعمل منبر عندما نظرت من نظرة نعم. ثاقبة نعم. إنه نعم. نظرة اختلفت عن نظرة الباقين طبعًا. إنه طبعًا. ليش عمل الرسول ونظرة جمالية تجمع حواليه جمالية وإبداعية نعم. وإبداعية وأضافت هذا المنبر اللي إلى الآن هو وهو عمل امرأة. طبعًا. هي فكرة إبداعية يعني تصدر من امرأة فإحنا بحاجة فعلا من نسائنا يعيدوا التاريخ الإسلامي ويعني لذلك أنا أعود لما بدأنا به قلنا إنه هي ملاحظة وحاجة ولكن هدول ما بدهم يجوا لحالهم بدهم فقه نفس نعم. بدهم تقدير نفس صحيح. أنا إذا ما عرفت من أنا كيف سأعرف ما ممكن أن أقدم نعم. إذا نظرت إلى نفسي على أني ناقصة عقل ودين بالمعنى السلبي نعم. إذا نظرت لنفسي على أنه الأصل فيه بس أني أحترق لأضيء للآخرين نعم. عايشة عشان زوجي وولادي أضحي الكلام. هي بحاجة لفهم الملاحظات أو المفاهيم كلها بحاجة إلى بحاجة إلى العودة إلى الأصول نعم. بحاجة إلى العودة إلى الأصول وفهم الأصول نعم. وعدم ترك مفاتيح النفس في أيدي نعم. الآخرين نعم. معنا اتصال إحنا الآن سمعنا في اتصال يعني سامحونا وعذرونا المتصلة أختنا عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام عليكم. يلا حياك الله. الله يسلمك يا رب. أهلا وسهلا فيك وعذرونا على الانتظار إحنا والله أنا سمعت شوي أنا ممكن السمع اللي يربيس عندي شوي خير في مشكلة. إن شاء الله خير إن شاء الله. الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا نورتي. وشكرا لك على موضوع رائع جدا وجميل جدا وشكرا للدكتور وعلى الطروحات اللي طرحها. الله يحييكم خير ويبارك فيكم. الله يحييك عائشة. بس حبيت هيك مشاركة بسيطة إن شاء الله يعني تفضلي. إنه وجه من أنا من وجهة نظري إنه يعني الإبداع يجب على المرأة أو الرجل يتقنه في بيته أولاً ومن ثم ينطلق إلى المجتمع الخارجي. نعم. للأسف يعني أنا من يعني من خلال تجارب أراها يعني أمامي من نساء تبدع خارج البيت وما شاء الله أو نعم. الرجل كذلك يبدع خارج البيت ولكن لا يبدع حتى في عفواً ما بعرفش يعني ممكن إني أطلق إبداع في كلامي في معاملتهم في المعاملة مع الأطفال مع الأولاد في نعم. فن وإبداع في البيت يعملوا حركة جميل. جو تغيير لجو البيت. يعني هاي كانت نظرتي او وجهة النظر اللي حبيت اقدمها. نعم نشكرك فعلا اخت عائشة على المداخلة الجميلة فعلا والقيمة وان شاء الله الان مع الدكتور هلا رح نتناقش فيها. اهلا وسهلا فيك اخت عائشة. ما رايك في مشاركة اختنا يعني حطت ايدها على الشغل العملية. انا كثير من الاخوات اللي حولي يعني مرات بحكي لهم انا بس نفسي نعمل مركز كبير ونعرض فقط امثلة عملية لاناس عايشين الابداع في حياتهم اليومية. تجدين امرأة عاملة ويمكن متعبة في عملها وكذا لكنه ابدعت في كيفية اغتنام وقتها مع اطفالها فصار البيت عبارة عن ملعب وعبارة عن رسم وعبارة عن كذا وهو وبالمناسبة البعض يرى أنه القضية دائما تحف بمخاطر مادية وكذا أبدا هي هنا الإبداع احنا قلنا حاجة نعم هي الإبداع يأتي من الحاجة نعم. أما أني أظن أنه الإبداع سيأتي لما يكون عندي فلوس بالعكس هنالك كتاب أنا دائما بنصح فيه لقراءته والمشكلة أنه ما في منه يعني نسخة عربية اسمه Plug and Drug بيحكي عن أثر التلفزيون والإعلام والميديا والتي في والفيديو جيمز على الأولاد نعم. تقول كاتبته العالمة النفس يعني هي علم نفس أطفال نمو نعم. تربوي تقول إنه الأطفال اللي عم ينشأوا الآن على الفيديو جيمز أقل إبداعاً من الأطفال اللي في يوم من الأيام كانوا بيعملوا طياراتهم بإيديهم وكانوا بيعملوا أشكال بالطين نعم. قضية الحاجة تجعلك تبحثين عن حل صحيح. عن حل بديل وتبدعي اما الحلول الجاهزه ما عم بتخليك تفكري يمكن تكون حلول بسيطه جدا امامنا بالضبط. بس احنا مش عم نفكر فيها اكثر بنفكر دائما نكون بدنا نعصر دماغنا اكثر حتى نطلع صحيح. بفكره جديده صحيح. احنا حابين نتحدث عن الان عن الوسائل اللي فين عمليه زي ممكن حطتنا الاخت عائشه يمكن وسيله اللي ممكن تعزز الابداع عند المراه باقل التكاليف بابسط الامور وبجماليات رائعه جدا طيب. هلا اولا انا يمكن لانه هذا تخصصي دائما ااكد الإبداع لن يكون إلا إذا كان الشخص عارف من هو أو من هي فأول شيء أنا بنصح الأخوات أنا في عندي يعني اليوم نزلتها نسخة مختصرة عن كراسة اسمها كراسة قراءة النفس طيب موجودة على موقع فن الحياة artoflife.net يفوتوا يقرؤوها ويجاوبوا على أسئلة حي حتى يعرفوا من أنا إيش مواهبي إيش قدراتي كيف سأبدع إذا ما بعرف أنا مين فهذه أول خطوة عملية معرفة طيب. الذات يعني معرفة الذات ومعرفة القدرات إحنا كثير منا لما بتحطيه قدام شغلة أنا ما بعرف أصلا أنا إيش بدي عشان هيك لا تستغربي من قضية إنه تيجي لعند الثانوية العامة وهي مش عارفة شو بدها تتخصص تدخل الجامعة وهي مش عارفة إيش بدها تتخصص تيجي شريك حياة بده يطرق الباب مش عارفة كيف تسأله أسئلة أصلاً فإذا أولا معرفة الذات ثانيا الاطلاع
في دورة تدريبية فوتي، في محاضرة اطرقي الباب. الانترنت الآن مفتوح، ما أحد عنده حجة يقول ما عندي مصدر. المعار القراءة الكتب. قضية ثالثة البدء فورا بمشروع. إذا ما في خطأ ما في تعلم. إذا ما في محاولة ما في. لكن المهم إيش؟ التقييم والتقويم. بمعنى خلصت هذه التجربة أقيم نفسي، ماذا فعلت، ماذا تعلمت. طيب أما أني أكرر الخطأ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة معناها ما يعني ما استفدت. هذه ثلاثية سريعة، معرفة الذات، الاطلاع، شحن النفس بالمعلومات، بعدين البدء فورا والعمل ومراجعة أهل الاستشارة، أهل الاختصاص في هذا المجال. نعم إحنا يمكن وقت دركنا، لكن طيب. إن شاء الله نكون حاولنا غطينا بعض الأفكار مفاتيح يعني نحكي إن شاء الله للإبداع عند المرأة. بس في سؤال ظل الأخت سمية في مجال بس نقرأه على السريع، كيف تقيمون سيدي المشاركة السياسية للمرأة العربية؟ يمكن الموضوع كبير وفضفض، لكن ممكن بكلمة أو كلمتين هيك. بقيمها أحسن من المرأة الغربية، حيستغربوا طبعا. المرأة العربية تشارك حسب الإحصاءات بكل أوضاعنا السيئة أكثر من مشاركة المرأة الغربية، لكن المرأة الغربية مسلط عليها الأضواء أكثر، عندنا العرف والتقليد عم بيلعب دور، لكن إحنا عندنا مشاركة المرأة أكثر مما يتصورون الناس. إذا كلمة نختم فيها يعني نصيحة أو رسالة هيك. أنا الخلاصة إذا يعني إذا في شيء الحقيقة أنا أريد أن أقدمه لل يعني للأخوات بالذات، لأنه المسألة متعلقة بالنساء. أختي لا تضعي مفاتيحك في أيدي أحد ثم تنتظري أن يفتح لك أبواب السعادة ويعني وأبواب ما يتعلق بكل موضوع نتحدث فيه اليوم هنا، وهو الموضوع الإبداع مثلا. ابدأي بنفسك. طيب السباحة ضد التيار متعبة، ولكن جملة رائعة من أظنها الفضيل بن عياض يقول: يا كبير الهمة لا يضرك التفرد، فإن طرق العلاء قليلة الإناث. دائما أقول اللي يريد أن يتسلق قمة الجبل لا يتخيل راح يطلعوا مع الناس جميعا، راح يطلع مع واحد اثنين ثلاثة بالكثير. لكن تحملي أن تكون يعني ضد التيار إذا كان التيار طبعا خطأ، وليكن أنيسك الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله هو الأنيس فلن يضرك شيء. نعم. بعد ذلك يعني أو خليني أقول إذا كان أنيسك بديع السماوات والأرض. نعم. فلن يضرك شيء بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله. إحنا بهالكلمات يمكن الجميل والقيم إن شاء الله نختم هذه الحوارية. إنها شرفنا بوجودك معنا دكتور، نتمنى إن شاء الله كل نسائنا اللي بيشاهدونا سمعونا الآن تكون هاي عبارة عن إضاءات هيك إيجابية في حياتهم تفتح نافذة الأمل يعني إن شاء الله. حتى يكونوا إن شاء الله مبدعات في حياتهم، في كل وحدة مبدعة في مكانها أينما كانت هي مبدعة إن شاء الله، لكن بحاجة إلى عزيمة وجد واجتهاد وإرادة نصل إن شاء الله للتطور والنجاح. تابعونا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، مع على ذوقكم نحن نقول لكم بطريقة عمل المزهرية، خلينا نشوف الأشياء الإبداعية الآن برضو بالنسبة للمرأة. تابعونا.